اشرف جيه اشرف جيه اوجي باو روح اوجي اشرف صورنا ومشي اوجي سعيد نهاركم مبارك. حلقة جديدة اليوم من داخل استوديوهات قناة ليبيا الإخبارية، بارك الله فيهم، تعبناه معنا اليوم. طبعا اليوم الضحية حيكون الإعلامي محمد بو حميد، حتشوفوا شو بنديروا فيه، خليكم قريبين. وأشرف باع وروح، هذه تغطية الخاصة على قناتكم الأخبار. نعم ستاند باي راجل، نعود من جديد، نزلنا هاي ستينج على الهواء راجل، ستاند باي يحسب روحه على الهواء طبعا. 4 3 2 1 وكيو حمادي. مشاهدينا الكرام السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة على قناتكم الإخبارية للحديث عن اهم المستجدات من خلال الوقت الراهن، دور الاعلام في المرحلة الراهنة، كيف يساهم الاعلام في تضليل الصعوبات وتجاوز الازمات، تغطية الأحداث بمهنية دون تضليل أو استخفاف بعقل المتلقي، هل تم استغلال الإعلام من قبل من يمتلكون الأموال لتنفيذ مخططاتهم وأجنداتهم؟ كل هذه أسئلة محتاجة إلى إجابة في الوقت الراهن من خلال الإعلام ودوره في هذه الفترة وتجاوز الأزمات. يعاني المواطن في هذه الفترة من التخبط، من الفوضى. أخونا محمد بغرارة حيخش مداخلة على أساس أنه أنت مدير مركز الوتر الجديد للإعلام، وزي ما فهمت توكل ابدا بهم. سامحونا تعبناكم استاذ. ايضا هناك من يستخف بعقل المتلقي في تنفيذ المخططات، في تمرير اخبار مغلوطه، وايضا استمرار للفوضى الاعلاميه. ايضا كيف يساهم الاعلام في تذليل الصعوبات وتجاوز الأزمات الراهنة؟ كل هذه الأمور سنناقشها من خلال التغطية الخاصة، هذه التغطية على قناتهم الإخبارية. دور الإعلام في فترة نحتاج فيها إلى المصداقية، إلى الثقة، إلى تضليل الصعاب، وإلى لم شمل الليبيين في كل أرجاء الوطن الحبيب ليبيا. ولكن ما نشاهده على الساحة هو انقسام، حتى من خلال استغلال الإعلام في الفترة الراهنة في يومنا هذا. بسم الله. في معود لكم من خلال القناة الإخبارية، دور الإعلام في المرحلة الراهنة، كيف يساهم الإعلام في تقليل الأزمات؟ ما يعاني أن المتلقي في هذه الفترة هو استغلال الإعلام من قبل من يمتلكون الأموال لتنفيذ مخططات أو تمرير أجندة معينة. وهناك من يستغلال المتلقي في هذه المرحلة الراهنة، كيف نوحد الإعلام لمصلحة الوطن، لمصلحة جمع شمل كل الليبيين في مرحلة نحتاج فيها إلى خلاص يا أبو حميد الصفور. يا أبو حميد، نعم أبو حميد، خلي في مكالمة يا أبو حميد. نعم معنا السيد أحمد جد، مدير شركة الوتر الإعلامية. السلام عليكم أستاذ أحمد. يا ابو حميد خليك استاذ احمد. يا ابو حميد طبعا كيف يساهم الاعلام في هذه الفتره في تذليل الصعوبات وتجاوز الازمات التي يعاني منها الوطن؟ هز راسك، كانك مركز معي، هز راسك فوق ولطه. ايوه لكن نحكي عن الاعلام الوقت الحالي، انا ما احسش ان الاعلام له دور كبير في هذا الوقت الصعب جدا. نعم. يعني سوى معيش من الإعلام، سوى يجيك لك ولا إعلامي ولا يقف الإعلام ولا مدير الإعلام. قل له اسمع، قل له ما دامك مش إعلامي علاش مكلمنا؟ نعم تفضل.
اسمع فيه يا ابو حميد، هز راسك كان تسمع فيه. ابو حميد كان تسمع فيه، هز راسك فوق ولوطه، فوق ولوطه، اي فوق فوق. ايوه لا اخ محمد، يعني اخ محمد الصوت مش واضح، ولكن هل تم استغلال الاعلام من قبل من يمتلكون الاموال في هذه الفتره؟ نتكلم فيك يا ولد انت، اسمع تسمع فيا، هز راسك. نعم نعم، هز راسك انت تسمع فيا، هز راسك فوق فوق. اي ان شاء الله الاعلام ولا احمد، لخصت مشكله الاعلام في ابو حميد. ابو حميد ابو حميد تسمع فيا انت، هو قضيه عامه، نحكي على قضيه عامه، نحن مش طلبت الرد ولا طلبت ال. يا ابو حميد تسمع نعم. فيا ولا لا؟ نعم تسمع، قل نعم قل نعم نعم نعم. ايوه قل له اعلم بخيلك اركبه، قل له اعلم بخيلك اركبه. هي قضيه عامه يا اخي، نكلم فيه كان يا اخ احمد، الموضوع مش موضوع ايه ايه طريقه اعلامي او مثلا مقدم برامج، الموضوع قضيه عامه يا اخ احمد، هو قضيه عامه نتحدث عليها. وال نعم نتكلم فيك انا، اسمع كل على هو الاسلوب ولا الطريقه ممكن ما تاثرش على الوضع النايت. خير والولد هذا جديد هذا ولا شنو هذا؟ هذا ابو حميد جديد هذا، برامج اطفال هذا مفروض، لكن ما يسمعش، هو قديم في الاعلام. ها مقديم في الاعلام، هذا جديد باين علي، برامج اطفال. قل له فاصل، قل له فاصل، بعدين يبقى ما يسمعش فينا، يسمع فينا. قل له فاصل، قل له فاصل ونرجع، خليه على المكالمه نكلم فيك انا. نعم سيد احمد رجب مدير شركه الوتر. قل له فاصل ونرجع لك. نطلع الفاصل بعدين نرجع لك. ها افس اي ماشي فاصل. ما فهمت شيء، دقيقه يا استاذ. تسمع فيا انت؟ نسمع فيك بس شوشت علي لو سمحت، شوشت علي، قاعد في مداخله وكذا وخشيت علي. اسمع فيا اهدى شويه بس. اسمع اسمع يا ابو حميد، اسمعني ولدي، اسمعني. تفضل اخوي تفضل. تسمع فيا انت؟ نسمع فيك تفضل. قل له اعلى مفخيلك اركبه. لا والله تزيد طين بله انت، لا لا كلمة هذه. تسمع فيا انت؟ مش قول بس تفضل يا اخويا. انت جديد ولدي، حسستني ان انت مداخله. جديد انت، اسمع الكلام انت بس. هاي يلا ادخل 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 على اسمع وركز معي. غير وسع بالك، غير وسع بالك يا حبيبي، وسع بالك شويه بس، وسع بالك. هاي يا وليدي، هاي وسع بالك يا حبيبي، وسع بالك. تمام بس. ولدي تمام، هاي موسع بالي ولدي. هاي شنو انت مخرج ولا معد؟ بس وسع بالك. انا المخرج الجديد. هاي هاي خش ادخل معي. هاي هاي من قله المخرجين عندنا يا ابو حميد، هذا المخرج جاي معنا البادي معنا اليوم، فهمت شو رايك ينصب يعني باي؟ لا قصدي من سوري وجهته القناه. لا انت عليه الصوت بس شويه، خليني نسمع المكالمه. يا ولدي هاي عاد انا قد تارك انا وياك، يلا ادخل. لا نعود مع السيد احمد رجب في شركه الوتر. خلصوا انت التليفون بعدين احنا. طيب محمد احمد قول له كان، قول له كانك راجل تعال هوني. قول له كانك انت فيها حليب تصيح، تعال هوني اللي فيها حليب تصيح. قول له هيك نكلم فيك، تسمع فيا، هز راسك انت تسمع فيا. والله يا استاذ احمد، يا استاذ احمد لو انت عندك مشكله مع القناه ابدا يولا، لو عندك مشكله مع القناه بدا يسخن. ما كنتش بالاول توافق انك انت تخش مداخله؟ ايه ما تسكتلوش. ها ايوه يعني في موضوع الحلقه بدك ما تخليك في اسلوبي في مهنيتي، انت خليك في الاعلام. هذا يدور فيك يا ولدي، هذا عنده مشكله معي. اخرج فاصل 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 تو فاصل فاصل اي فاصل ايه 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 ايش بيك انت؟ تسمعش فيا انت يا حبيبي؟ انت شايبه معاك هذا ما تسمعش فيا انت؟ نسمع فيك، نسمع فيك، انت شايبه معاك هذا ولا شنو؟ خش علي انا احكي، هدول اعلام صفه عامه. باهي اسمعني تو، هذا 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 عنده مشكله شخصيه معك. انت شي تعلم ولا يا استاذ؟ لو سمحت خلينا بس مش انت برامج اطفال كنت؟ لا لا مالش نوى انت. باليه؟ نعم رقص باليه. ايوه هذه اللي نبيهاني اه، هنا بدا يولها ومازال يا محمد بيطلع يرقص برا. اخوي ما ترقص لي شوني؟ لا اسمعني لو سمحت. اي ولدي عاد ما مش جاي نلعب احنا. لا لا انا ما احترم لعبش، انا جاي من الصبح. اني تمام مكلمني راجل قال لي تعال عندنا تبقى فيك. ما تحكيليش انا القصه هذه، ما تحكيها ليش. نعم
قل له شنو قل له شو قل له شنو رايك في الاعلام الرياضي؟ لوحوا بعيد اسمع لوحوا بعيد قل له شنو رايك في الاعلام الرياضي؟ لوحوا بعيد يا اخوي احمد انت مدير شركه الوحده الاعلاميه انت يا تو داير ما في راس الولد هذا حولني لا على جنب يا راجل دقيقه معك تقعد هوني يا ولد حميد انت تو يبالك هذا ما عادش يقعد انا يا هو يا ولدي يخدم خدمتك هيا ولا ما عادش تقعد فيها هوني كيف صار يا استاذي بدنا تقعد مع تونس احنا مش خلينا من ابي انت من الكلام هذا اللي تقول فيه اسمعني بس اسمع سلم ولدي انا عمري عمرك انت مشيته عمرك انت مشيته اخراج 75 سنه يطلبوا فينا يا رب عمرك انت مشيته اخراج يا ولدي يلا بس والله يا والله ما كثر علي لا لا ما تهددنيش يا ولدي انت انت ما ايوه انا في الاعلام قبل ما يخرج الاطفال اللي زيي يا منصر يا عم يا ابو حميد اكيد شغلك ما شغلك جيبه معاه شنو حارس والله جيبه معاه مش انا اللي جايبه يا راجل احترم نفسك انت ها تودي راضي علي احترم نفسك انت وينه هذا عاد تعال جيب احمد بركات تعال احترم نفسك انت ها احترم نفسك يا ولدي تسمع فيه انت يا رجل والله يفوز والله يسيب المصرف اقسم بالله ما عندي لك صداع بك قل له شنو الاعلام الرياضي انت المفروض سالته على الرياضي ناقصينك فلوس انت ماشي المصرف تبي فلوس انت يا رجل والله ما عندي لك جواجي اقسم بالله ما عندي لك جواجي شنو يقول هذا جواجي شنو اش معناه جواجي غير اسمعني يا ولدي ها غير اسمعني يا حميد الله يفصل هوا يقعد بلاك يا حميد شويه والله انت باهي اقفل الحلقه يلا كلمتين قول له معاك الكاميرا خفيه قول له معاك الكاميرا خفيه مع اشرف باهي والله جبد هاك هاك سكر بالله عليك هاك سكر عادي المصرف يخمم في المصرف والله العظيم اقسم بالله ها سامحنا بالله تصويق على الراجل الطيب هذا معقوله انت والله معقوله كذا ها قصوا بينا طبعا انا سعيد جدا اليوم بتواجدي مع الناس الطيبه في هالقناه المحترمه قناه ليبيا الاخباريه وسعيد اكثر بتواجدي مع اخوي الاعلامي النشط المرح المحترم محمد بو حميد بارك الله فيك في هاليوم المبارك هذايا نبوك تسامحنا لا لا عادي والله موضوع والله موضوع صداع بس موضوع صداع على خاطر الشيك ولا على خاطر شنو اوكي شويه ضغوطات بس وانت جيت في الموضوع وانا جاي اصلا من عرفش وحنا ملصقين مع الشباب كلهم حتى مع الاستاذ احمد لما يكلمك حد يقول بركات هذا قال اول حاجه غير خيرك يا اخوي اعطينا المايك شويه خير ابو لب 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 تاخذ قصدي اعطينا شاي اخضر معك الله يخذ راحتك مسامحنا ولا لا؟ لا مسامحك والله مسامحك. لا والله مسامحك. بخيرك على الورق بشويه خيرك متوتر بشويه. جيبوا له ميه. لا ومش ليبي معلش هي العنصريه اللي صارت الموضوع واحد مش ليبي عرفت. بلا ما درنا لكش الرايش احنا. ما حصلناش عليك بوابه. ها؟ شنو تقول لي خذ كليبين في هالشهر المبارك؟ والله كل سنه وكل عام وليبيين بالف خير ان شاء الله وان شاء الله ملتمين ديما على الخير. كل سنه ولا كل عام؟ كل عام ان شاء الله. بأ. وان شاء الله ربي يتقبل منا الصلاه والصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل باذن الله وشرفتنا اخونا. ان شاء الله. بارك الله فيك. مش بتضايق. شنو جو بنغازي معك؟ عسل بنغازي. حبيبي شرفنا. ربي يحفظك. بارك الله فيك سيدي. منور.